السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من تمارين حول الأعداد العقدية. هذه الحصة سنتطرق فيها إلى حل بعض مواضيع امتحانات، وبالأخص إلى موضوع الوطني الدورة العادية 2020. نبدأ بإذن الله، والتمرين يقول: بكالوريا الوطنية 2020، نعتبر المجموعة سي والمعادلة التالية: زد أس 2 ناقص 2 جذر 2 زائد جذر 6 في زد زائد 16 تساوي الصفر. السؤال الأول: بين أن مميز هذه المعادلة هو ناقص 4 جذر 6 ناقص جذر 2 الكل 6. الجواب: لدينا هنا للإشارة أن A و B و C هم معاملات ثلاثية الحدود في الطرف الأول، وليست A و B و C كما في التمرين. المهم نحسب دلتا B أس 2 ناقص 4 أس C و 4 جذر 2 زائد جذر 6 الكل أس 2 ناقص 4 في 16. نصل إلى 4 في 2 جذر 12 ناقص 4 في 18، والمطلوب هو أن نبين أن دلتا يساوي ناقص 4 جذر 6 ناقص جذر 2 الكل أس 2. ماذا نفعل؟ نحسب بكل بساطة ناقص 4 في جذر 6 ناقص جذر 2 الكل أس 2، ونرى أننا قد وصلنا إلى نفس النتيجة، وهي 4 في 2 جذر 12 ناقص 4 في 8 وهو نفس العدد. إذن هناك التساوي. السؤال ب: يطلب منا حلي المعادلة، وهما عددين مترافقين عقديين كما جرت العادة، هو زد 1 يكون مرافق زد 2 ناقص ب زائد اي جذر ناقص دلتا، فتختفي هذه الناقص على زوج أ. زوج أ هي زوج في واحد هي 2، ونكتب ناقص ب وهو 2 جذر 2 زائد جذر 6 زائد اي جذر 4 في التربيع، فيختفي التربيع مع الجذر المربع، و 4 تصبح 2، فنعمل ب 2 ثم نختزلها ونصل إلى العدد زد 1 وهو أ كما في التمرين. الإشارة هو العدد A، العدد A، وزد 2 هو مرافقه. نمر إلى البقية، إلى الأسئلة. نعتبر في هذه الحالة أن A هو زد 1 و B هو 1 زائد اي جذر 3 و C هو جذر 2 زائد E جذر 2. هذه الأعداد سنعمل بها طوال التمرين. يطلب منا حساب BC بار، ويقال أنها تساوي A. نعوض B بقيمتها، و C بار هي جذر 2 ناقص E جذر 2. ننشر فنحصل على A بالضبط. ويطلب كذلك استنتاج أن أس هي 4 في ب، بما أن ب سي بار هي أ، نضرب ب سي الطرفين هنا ونحصل على ب سي بار سي هي ب في العددين المترافقين، وهو مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي، فنحصل على 2 زائد 2 وهي 4 في ب. يعني أن أس هي 4 ب. السؤال ب: يطلب منا كتابة المثلثية سي تساوي جذر 2 عامل لواحد زائد اي
ومعيار واحد زائد إيه هو جذر اثنان نعمل به، وهذا العدد هو إكسبونونسيال إي بي على أربعة. جذر اثنان في جذر اثنان هي اثنان، والكتابة المثلثية هي اثنان، والعمدة بي على أربعة للعدد سي. كذلك بالنسبة لبي الكتابة هي اثنان بي على ثلاثة، ويطلب ثانية ماذا؟ أن نبين أن A يكتب على الشكل 4 في كوسينوس بي على 12 زائد إي سينوس بي على 12. للإشارة هذا النوع من التمارين لا يجب الاستغناء عن الأسئلة السابقة، بل بالعكس يجب استثمارها لأنها مرتبطة فيما بينها. علما أن بي سي بار هي A، نحتاج إلى هذه الصيغة بي سي بار هي A، نعلم أن بي سي بار هي A، ولدينا الكتابة المثلثية لكل من بي و سي بار، فنحتاج إلى الكتابة الأسية أحسن. 2 في 2 هي 4، و إكسبونونسيال إي بي على 3 في إكسبونونسيال ناقص إي بي على 3، لأن سي بار هو 2 إكسبونونسيال ناقص إي بي على 4، فنحصل على ما نريد. إكسبونونسيال إي بي على 3 ناقص بي على 4 ما هي إلا إكسبونونسيال إي بي على 12، و إكسبونونسيال إي بي على 12 هي كوسينوس بي على 12 زائد إي سينوس بي على 12، هنا 4 و A هي كذلك. نعتبر النقاط التالية التي ألحقها على التوالي بي و سي و دي، وهي جرون بي جرون سي و جرون دي، حيث دي ما هو إلا قوة A ذات الأس 4، والدوران الذي مركزه وزاويته بي على 12. نريد أن نبين في السؤال ماذا نريد. قلنا السؤال بين أن الزد بريم تساوي 1 على 4 في الزد. الكتابة المثلثية أو التعبير العقدي للدوران، وزد بريم ناقص لحق المركز وهو 0 يساوي إكسبونونسيال إي بي على 12، لأن بي على 12 هي زاوية الدوران في الزد ناقص 0، وهي إكسبونونسيال إي بي على 12 في الزد. وعلمنا فيما سبق أن إكسبونونسيال إي بي على 12 هي A على 4، A على 4. فنعوض إكسبونونسيال إي بي على 12 ب A على 4، ونحصل على ما نريد، أي أن زد بريم تساوي A على 4 في زد، أو الزد في 1 على 4. نحدد صورة سي حينئذ ونسميها سي بريم، ولحقها سي بريم صغيرة. سي بريم صغيرة تساوي A على 4 في سي، وبما أن السي هي 4 بي، نختزل ب4 فنحصل على بي هو السي بريم، يعني أن صورة سي هي بي. بما أن صورة O هي O لأنه مركز الدوران، وصورة C هي B، فالمثلث OBC متساوي الساقين، رأسه O. رأسه O. أو نقول متساوي الساقين في O. نحسب A أس 4. بما أن A تساوي 4 في إكسبونونسيال إي بي على 12، نمر إلى القوى. A أس 4 تساوي 4 أس 4 في إكسبونونسيال إي بي على 12 في 4، وهي إكسبونونسيال إي بي على 3، و 4 أس 4 هي 256. نكتب صيغة إكسبونونسيال إي بي على 3، وهي كوسينوس بي على 3 الذي هو 1 على 2، و إي جذر 3 على 2
نعمل بواحد على اثنان فنحصل على 256 على اثنان وهي 128، وواحد زائد اي جذر ثلاثة ما هو إلا بي. بما أن 128 بي تساوي دي التي هي أ أس 4 حسب المعطيات، فنستطيع أن نكتب أن دي ناقص 0 على بي ناقص 0 تنتمي إلى R لأنها تساوي 128، ويعني ذلك أن النقط الثلاث OB و D مستقيمية. وشكراً.